يوم سعيد، يوم جديد، وحشتوني جدا. وفي حاجة حابب أشاركها معاكم. كتير وإحنا قاعدين مع نفسنا بنتكسف ننجح، زي ما انت سمعت كده، تقول أصل فلان هيزعل لو أنا عملت كذا وظهرت، فأنا هشتغل في هدوان سر ومش هنجح. أصل أنا لو أنا ظهرت في الصورة بالطاقات اللي ربنا ادهاني ممكن فلان يزعل. جميل جدا مشاعرك دي، جميل جدا انك انت بتراعي مشاعر اللي حواليك. انت مش رايح تغيظ حد، انك انت ربنا منحك قوة وانك انت تشتغل عليها وتطورها. انت مش لوحدك اللي عندك قوة، بالعكس ناس كتير عندها طاقات، يمكن طاقات اكبر بكتير من اللي عندك. لكن ايه فايدة الطاقة لو ما استغلتش؟ عشان كده ما تنفش ريشك على حد لما ربنا يمنحك طاقة، وفي نفس الوقت ما تدخلش في inferiority dilemma وتتكسف تنجح. أرجوك ما تتكسفش تنجح. طالما نجاحك مش مبني على انك انت في حد بيقع فانت بتعلى، ولا بتاخد نجاح حد وتنسبه لنفسك، بل انت بتشتغل على الطاقات اللي جواك اللي ربنا منحها لك وبتنجح بيها، يبقى ربنا مأمنك على الطاقة دي انك انت تبذلها عشان تنجح، والنتيجة التبعية انك انت بتنجح وبيكون في some sort of pride. طالما انت ما اذيتش حد انجح، طالما انت بتسعى انك انت تساعد حد انجح. مشاعرك النبيلة في تقدير اللي حواليك فعلها بانك انت تساعدهم ينجحوا، لكن مش في انك انت تأخر نفسك. اوعى تتكسف تنجح. يومك سعيد.